أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، كما أسمع أدين ودينونتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي هذه ليست حقا، فالذي يشهد لي هو آخر، وأنا أعلم أن شهادته لي هي حق. أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد للحق، وأنا لا أقبل شهادة من إنسان، ولكني أقول هذا لتخلصوا أنتم. كان هو السراج الموقد المنير، وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. وأما أنا فلي شهادة أعظم من شهادة يوحنا، فأعمالي، الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها، هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني، والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي. لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته، وليست لكم كلمته ثابتة فيكم، لأن الذي أرسله هو لستم أنتم تؤمنون به. فأتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي، ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة. مجدا من الناس لست أقبل، ولكني قد عرفتكم، عرفت أن ليست لكم محبة الله في أنفسكم. أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. أنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض، والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه. لا تظنوا أني أشكوكم إلى الآب، يوجد الذي يشكوكم إلى أبي، موسى الذي عليه رجاؤكم هو يشكوكم، لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني. فإن كنتم لستم تصدقون ما كتب، فكيف تصدقون كلامي؟